تفضل نشرب الشاي. فردوس، ليش امي هي اللي عملت الشاي؟ هي اللي اصرت علي يا انور بيك. شو نسيت من وقت كنت صغير لوقت اللي سافرت؟ ما كنت اقبل حدا يعمل لك الشاي غيري. عم بسأل لاني ما بدي تعبك وبس. يسلموا ايديك. على غير عادي لقيت اليوم برادك فاضي. طبيعي، اكثر الاوقات عم باكل برا. ما بعرف مدري شلون حاسه بيتك. شفتي شي ما عجبك؟ لا لا لا، انت ما دخلك باللي قصدته. اصلا لو ما كنتي هون ما كان الواحد بيقدر يفوت على هالبيت ابدا. تأمريني بشي تاني فريده خان؟ لا يسلموا ايديك. طيب، صحه وعافيه. ولا بتقول هالبيت لرئيس مجلس إدارة شركة؟ شكله مثل أوتيل 5 نجوم، لا في حمية ولا جو أسرة. المرحوم أبوك كان يهتم كتير بجو المكان، تعرف؟ أغلب ضيوفه كانوا شخصيات هامة ومسؤولين بالدولة، لهيك كان يقول جو البيت لازم يحسس الضيف بالراحة. إيه طبعاً، حتى لو اضطرينا أنه نتظاهر بهيك. المظاهر ما بتنفع إذا ما في راحة حقيقية. شبك؟ ما في شيء. ما المفروض يبقى البيت هيك؟ شو مشكلتك؟ بس فهميني شو اللي زعجك بهذا البيت؟ كله. الفراغ. قد ما كان حلو بيضل في شيء ناقصه يا أنور، إيه؟ بده عيلة. نفس الموضوع، ما هيك؟ الزواج. من حقي اطلب هالشي، وبتعرف ليش؟ حابب يكون عندي حفيد بيشبه ابوه. انت ما عدت صغير حبيبي، خليني اشوف لك بنت تكون حلوه وظريفه، بنت عائله محترمه ومربايه، لا تعرف تربي ولادك، اوعك تتعلق بوحده ما بتستاهلك وتقوم تضيعك. شو بك عم تطلع فيني هيك؟ انت بتعرف انه في حواليك كتير بنات من اللي بنخاف منهم، وكل وحده منهم مرتبة حالها غير شكل وجاهزه تسمع الكلام حلو من هون لبكره. الله يسترنا تلعب بعقلاتك شي وحده مثل ايه. كملي، اعمل مثل ابي، مو هذا اللي مخوفك؟ ها، خايف يموت على تخت وحده رخيصه ما بتسوى قرشين وينتشر الخبر بالجرايد، مو هذا اللي خايفه منه؟